انا كنت هاخدك على قصه بتاع بيب جوارديولا دي، بس اللي انت عاوزه فاروق سبق فيها. بس النهارده ليفربول كمنظومه كانت حلوه. طيب يعني النهارده كنت بتكلم على جوميز، النهارده عمل مباراه كبيره، ميرنر عمل مباراه كبيره، انا كنت خايف قوي من الحته دي. جوميز مع ميرنر على اليمين، اي نعم ارنولد يعني عدم وجوده النهارده ونزل في اخر اللحظات، بس عدم وجوده انقذ اكيد ليفربول عشان هو مقدم موسم كارثي. بس كنت خايف اكتر في وجود ميرنر وجوميز الاثنين جنب بعض. فان دايك النهارده كان النسخه الاصليه، عمل مباراه كبيره جدا. باقي الفريق يعني انت شفت ليفربول النهارده لعب ازاي، او يورجن كلوب فكر ازاي في هذه المباراه وتعامل معاها ازاي؟ قبل السيزون كان في مشاكل كتيره جدا، انا كنت اتوقع ان هي تقابل يورجن كلوب بسبب غياب ساديو ماني ورحيله. هو كان بيلعب 4-3-3، كان عنده في الترانزيشنز في التحولات اثنين من اسرع الوينجرز في العالم، محمد صلاح وساديو ماني، وسواء كان فيرمينيو بيلعب او جوتا كان بينزل يعمل دور المهاجم الوهابي، بحد يسحب مع حد من الستوبر ويفضي المساحات دي كلها. المشكله بتاعت ليفربول ان انت بتبدا تغير هويتك وبتقدر تغير طريقه اللعب بتاعتك. بعد ما كان بيعتمد على 4-3-3 لقينا الراجل النهارده بيلعب 4-4-2 صح، اللي هي المباراه اللي فاتت بتاعت ارسنال برضو قلب فيها تاليفه كبيره جدا، لعب 4-2-4 بثبت الاثنين في نص الملعب، فابينيو لا ما كانش فابينيو، كان تياجو الكانتارا وكان جنبه هندرسون ولاعب محمد صلاح على الطرف. صحيح. فدي كانت مشكله كبيره جدا، عاوز توصل لافضل حل لمحمد صلاح ما تحطوش على الخط. اما تحطه على الخط في طريقه 4-3-3 بيبقى ده بيلعب على الحته بتاعت القوس دي بتاعت 18 ويقدر يقطم لجوه ويلعب الار 2 اللي كلنا عارفينها والبليسنج الحاجات اللي بيعملها. هتبعد محمد صلاح عن منطقه الجزاء كريم هيقابل مشكله كبيره جدا. صح. وهو ده اللي عمله النهارده. يعني شفنا بقى النهارده بعد ما كان في مباراه الارسنال كان بيلعب محمد صلاح على الطرف اليمين ولويس دياز على الشمال وبيلعب جوتا وداروين نونيز لو بقوم يعملها لك على البورد. يعني لو نقول مثلا ان كان هو بيلعب 4-2-4 وكان مثبت الاثنين دول بتوع نص الملعب، هو كان بيلعب على طول بيلعب الثلاثه بتوع نص الملعب هندرسون وتياجو الكانتارا ومعاهم فابينيو. هو الراجل لعب 4-2-4 وثبت الاثنين دول، لاعب محمد صلاح هنا ولاعب لويس دياز هنا ولاعب جوتا وداروين نونيز الاثنين مع بعض. يعني دي قابلت مشكله كبيره جدا، وطلع الراجل في الدقيقه 65 انا فاكر في نص المباراه. هو النهارده عكس الدنيا، هو بيلعب 4-4-2، رجع اليوت بالظبط يلعب معانا وخلى فيرمينيو ومحمد صلاح بالظبط عاملين بالطريقه دي، بحيث ان اليوت عشان يعني كلنا شفنا قبل المباراه شفنا تشكيل ميلنر زي ما انت بتقول مشكله بشكل كبير جدا، بس ميلنر هو واقف ما بيزيدش زي ارنولد، ارنولد بيزيد بيسيب شوارع وراه، فهو خلى اليوت يبقى موجود هنا ومعاهم اثنين في نص الملعب فابينيو وتياجو الكانتارا وكان هنا على الناحيه الشمال الجوتا، وكان خلى فيرمينيو ومحمد صلاح ادوارهم تتغير. محمد صلاح ما كانش بيقوم باي ادوار دفاعيه، ما كانش بيقوم بحته الوينج ان هو ماسك الخط رايح جاي، فده حريه بشكل كبير جدا، بحيث ان الترانزيشنز والتحولات والكونتر اتاك ليفربول ما كانش بيعتمد عليهم ان هو بينزل يعمل الكومباكت، لا ليفربول ما كانش بيعمل كده خالص، ليفربول كان بيلعب هاي لاين وضغط عالي وضغط عكسي والكلام ده. طبعا ده بسبب تغيير الافراد، انا عندي لويس دياز مصاب. صح. وعندي ساديو ماني، قوه ليفربول دايما كانت في الضغط العكسي. الثلاثه اللي قدام اللي كان بيلعب ثلاثه، بص يا كريم كان بيلعب ثلاثه، الثلاثه دول كانوا بيضغطوا هنا على بيضغط على ده وده يمنع ان ده يطلع بالكوره، ونفس الكلام هنا ووراهم الثلاثه كانوا اقوياء جدا، اللي هو كان مثلا تياجو الكانتارا وفابينيو وهندرسون. صح. وكان موجود عندي ارنولد كان هو بيقوم بزياده، فكان ايه اللي بيحصل؟ محمد صلاح بيخش جوه الملعب، مين اللي بيطلع؟ ارنولد. ولكن الحته دي كان فيها مشكله، واحيانا كان هندرسون اللي بيخش هنا او بيخش بالظبط كده بيعمل انما المشكله ان انا بقى المشكله بتاعت ارنولد، زائد ان انا في الضغط العكسي وهو استبداد الكره في اسرع وقت من الزمن في الجزء بتاع التلت الدفاعي بتاع الفريق المنافس ما بقاش موجود بسبب عدم وجود ساديو ماني. ساديو ماني لويس دياز لعيب كويس، ولكن هو في السرعات بتاعته مش زي ساديو ماني، دايما باصص في الارض، فهو غير الطريقه النهارده لعب 4-4-2، خلى اليوت ثابت مع ميلنر، وكان برضو بيزيد معاهم هنا فابينيو عشان الثلاثه يعملوا هنا على اقوى جبهه موجوده عند السيتي، وهي طبعا جبهه فودن وجبهه فودن والروتيشن اللي دايما بيعمله ما بينه هو برناردو سيلفا اللي قدم مباراه النهارده هايله بشكل كبير جدا. عارف محمود الشرف الهايل بتاعك على حته تغيير الادوار دي كان يستخدمه الانجليز تعبير الاسابيع اللي فاتت، انه بيقولوا على تغيير التكتيك بالظبط اللي محمود شرحه ده، انه يكون محمد صلاح تغيير الادوار ده خلاه يستخدمه تعبير هاجنج ذا لاين، كانه حاضن الخط، فكله كان بيساله يعني يورجن كلوب شايف ايه في التشكيل، انت منعه طول الوقت زي ما محمود كان بيقول من مواجهه المرمى، انت حاطه على يمين وتطلب بالزبط. منه انا جبت لك مهاجم نونز دافع فيه بتاع 80 مليون، دورك صنع الاهداف، وهو عمل الدور ده في ناس كله ما بيسجلش ليه. هو ده انت مخليه حاضن الخط كل المباريات اللي فاتت، لما غير الدور زي ما محمود قال انا في مواجهه المرمى هتلاقي الاهداف بتيجي. مظبوط.
اكتر لعيب فايتال وديسايسيف وحاسم في التهديف رجع لمكانه زي ما محمود كان بيقول. فانا عاوز اقول لك كريم، انت بتغير هويتك. هي دي مشكله بتاعت ليفربول دلوقتي. انا كنت بعتمد على طريقه معينه، انا ما بقاش عندي الافراد اللي قادره تعمل لي الكلام ده كله. زائد ان اصابه فابينيو في اول السيزون وتياجو الكانتارا اللي هو بيبقى مهم جدا، لان هو الوحيد اللي قادر يقوم ما هو يقرب بصناع الالعاب. هو الكوير، هو اللي لما تضغط يا كريم في التلت بتاعك هو الوحيد اللي هتروح له. صح. مهما يتخنق ومهما يضغط عليه هيقدر يطلع بالكوره. فده ما بقاش موجود، فهو غير الطريقه. الناس كتير بتقول لك ازاي يلعب اتنين بس في نص الملعب. قبل ما اطلع فاصل ونقفل المباراه دي عشان نروح للكلاسيكو، هاتوا لنا يا جماعه الصوره بتاعه برناردو سيلفا ومحمد صلاح. لازم لعيب غلاوي بس. إيه؟ هو مش نسيله انا بس بحبه، مش نسيله السبعه بتاع السنه اللي فاتت ده. بس مع برناردو سيلفا ده لعيب عظيم جدا. النهارده كان افضل لاعب انا بالنسبه لي يعني في المباراه كلها، وكان برناردو سيلفا. ادوار دفاعيه، ادوار هجوميه، اتعدي منه يجي لك تاني، يروح يمين يجي لك تاني، بيعمل مسانده دفاعيه على اليمين وعلى الشمال. كان لعيب، هو لعيب لعيب، هو من خد بالك قبل ما الصوره تجهز معانا، هو لعيب قوي جدا يعني. هو لعيب قصير بس قوي جدا، بدنيا قوي كمان كده. لعيب بيلعبوا كتير في نص الملعب بيب جوارديولا، معدلات الجري عاليه جدا زي ما محمود كان بيقول، مرعب مش طبيعي. الكره تشعل في الصوره. جاهزه معانا ولا ايه يا جماعه؟ الصوره طيب. هو من احلامه ان هو كان من احلامه انه يروح برشلونه. حتى راح يتكلم مع بيب جوارديولا قبل الموسم وقال له ان هو عايز يمشي ويروح برشلونه. بيب جوارديولا ما قدرش ان هو يسيب واحد من اهم اللعيبه التكتيكيه، لان برناردو سيلفا وجوده مش بس مجرد لعيب كويس، لا هو ليه دور تكتيكي هتطلب منه يلعب. لان هو قبل ما يجي مانشستر سيتي في موناكو كان لاعب طرف. ايوه طبعا. فهو يقدر يلعب على الطرف، يقدر يلعب في وسط الملعب، يقدر يلعب راس حربه، يقدر يلعب مهاجم وهمي، يقدر يلعب في مراكز كتير. فكان بالنسبه له لعيب محوري. واعتقد هو الموسم ده ارقامه مش عاليه، لكن اداؤه في الملعب هو اداء استثنائي. يعني هو ودي بروين مهمين جدا جدا في وسط ملعب مانشستر سيتي. هو قتل دي بروين النهارده. هو قتل دي بروين بالحته اللي هو عملها. يعني هو ما كانش بيلعب، يعني طبعا فاروق بيقول لك هو كان بيلعب ثلاثه، وكان بيلعب ثلاثه في الحاله الهجوميه. كان بيطلع كانسيلو هو اللي يقوم بدور الوينج عشان خاطر يعمل زياده عدديه. ان يبقى دي بروين وكانسيلو على الحته اليمين وعلى الشمال، يبقى موجود فودن على الناحيه. فهو القصه كلها هو زودها قوي ولغى دي بروين النهارده بشكل كبير. دي بروين هو اللي المفروض ينزل في النص شويه، ما يبقاش متطرف على الجناح. طيب ولغى هتنا على الفيديو ونشوف مع بعض. الصورة حكاية. حكاية. انا بس انا الكوميدي في الموضوع اهي، الصورة الكوميدي في الموضوع ان الصورة ما تحسبتش فاول. ما كلوب بيقول انفعل في المؤتمر وقال انا مش فاهم ازاي الحكم ما يحسبش دي فاول. المشكلة مساعد كمان وقال ان احنا شدوا مع بعض في اخر الماتش. جوارديولا طلع بيقول لك ذيس از انفيلد، اللي هو بيقول لك ده الطبيعي ان التحكيم يبقى كده. ونفسه برناردو سيلفا ده في كوره كريم قبلها في ال 18 لما حد ضغط على صلاح وصلاح وقع على الارض، ولما الكوره اتقطعت منه قام دبدب كده في الارض، دي فاول ما فيهاش كلام. ما هو كلمه ان في اتفاق ما بينه وما بين انتوني تايلور قبل المباراه، عشان المباريات القمه في انجلترا بتبقى في متعه، وحتى الكره الانجليزيه عموما بيبقى في اتفاق مع ما توقفش اللعب. فهو المدرب راح الحكم راح لهم قبل المباراه قال لهم انا مش هحسب فاولات كتير، او مش هحسب فاولات وللفرقتين، هحسب بينهم هنا الاثنين. قالوا نفس الكلام. فقال هو قال لنا كده بس ما توقعناش ان هو يسيب لقطات زي دي. يعني مستحيل. هو ده اللي خلانا نفهم. عارف كونتي كان بيقول على ارتيتا سور لوزر، يعني ما بيحبش يخسر، بيقعد يشتكي وكده. النهارده جوارديولا كده، المؤتمر الصحفي كله بريس كونفرنس على سكاي بعد المباراه كله بيقول لك الحكم عمال يقول لك بلاي اون مشي اللعب. وانت جيت في اللعبه بتاعتي اللي هي كانت الفاول ما مشيتش اللعب، وقلت ترجع فاول اللي هي بتاعت فابينيو وهالاند. صح. كانسيلو واحد من اهم اللعيبه، واحد شايلك بقاله موسمين. جوارديولا مش ناسيله الغلطه، طلع اما سالوه على الغلطه انا قلت ان هو هيرد يقول لا كل اللعيبه بتغلط، وقال كانسيلو قال له يعني تصريح بسيط قوي، لازم يتعلم اللي هو عمله عشان ما يكررش تاني. قبل الفصل اقول لك على حاجه. الكوره بتاعت كانسيلو دي النهارده، اي فرود او اي وينج او اي واحد هيستلم الكوره في ظهره كانسيلو ياخد الكوره. صح. ولكن يا كريم الناس دي مهزومه نفسيا من محمد صلاح. الراجل مساهم في 14 جول من اصل 15 جول اخر ماتشات ما بين السيتي وليفربول، فهي الناس اوريدي اصلا مكسوره. عارف يا كريم لما يخش عليك واحد حريف هو هيرقصني هيرقصني. فانا يعني مثلا انت لو تبص عليه على مانشستر سيتي النهارده مرعوبي، عفوا مانشستر سيتي قدام ليفربول، مانشستر سيتي مرعوب من محمد صلاح. هو عارف السكورينج ريكورد بتاعه هيتعبنا. الناحيه الثانيه ليفربول مرعوب من هالاند. يعني ما هو في لعيبه يا جماعه يعني هالاند اي كره عرضيه ولا اي باصه بتوصل لهالاند تحس فيه 3 4 بيحاولوا يضغطوا بمنتهى القوه عشان هالاند. بس صلاح على مدار 5 سنين يا كريم كونسيكتيف بالتوازي، هو 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 عامل عقده لجوارديولا. انا هسجل فيكوا اهداف حاسمه. صلاح جون لساديو ماني جابه هو اللي عامل له اسيست. اعتقد يا شاكر صلاح قبل ماتشات مانشستر سيتي تحديدا يحب فرقه زي مانشستر سيتي قوي، لانه عارف ان هم هيتقدموا. برافو عليك، برافو عليك. فانا متوقع هتجيلي مساحات، وحتى توقف كانسيلو دي لازم نحسبها له. مين يتوقع ان كانسيلو ممكن يغلط والكره تعدي من وراه؟ ممكن مهاجم تاني كانسيلو داخل يقطع الكره خلاص هيديله ظهره او هيبعد عن الكره. هو توقع ان في غلطه هتروح وممكن الكره تعدي له وعدت له.